تطبيقية جسمي بتاعك منصلي. ده من زمان بقالنا كتير يعني. كتير. انت كمان ام اللي بنوته في بكالوريوس تجاره بنتي صح؟ خريجة ما عندك، تجارة. هي بنت واحده بس. بنت واحدة بس، اشتغلت كام سنه في مصانع العاشر من رمضان؟ يعني ما يزيد عن 10 سنين، اكتر من 10 سنين. اكتر من 10 سنين. وبعد كده قررت تعملي مشروع اشتغل بقى لنفسك او سيلز ليد، لانه كان هواية، بس انا يعني كنت بشتغل اعمل حاجات ليا، وبعدين لقيت ان هو يعني في فرصة ان انا ممكن اسوقه بقى، يعني سواء على النت وكده. اشتغل واسوقه، ويعني الحمد لله بقيت اشتغل وليا شغل عن طريق وكده. تمام. فلقيته ان هو يعني هو متعب بالنسبة لي. انا شايفة ان انتي بادئة بقالك فترة بتشتغلي في شغل الخيامية بتاع رمضان. معلش هو السؤال يبدو سخيف شوية، انتي اسمك تغريد سامي ميخائيل صح كده؟ انتي بتشتغلي شغل رمضان، ما يعني بنفرقش يعني، ده حاجة ده جميلة، ده ابداع شغل يعني، حلو. شغل الابداع. ممتع. ولا مواسم؟ لا لا، يعني حسب ما يطلب، يعني حسب المطلوب. لا، ما يفرقش معايا الموضوع ده خالص ابدا، خالص يعني خالص خالص. تماما. انت جميلة، محلاها الوحدة الوطنية زي ما انت قلتي. طبعا ده انا كل حبايبي يعني واصدقائي. انت بتشغلي معاكي ستات، في ستات بتدربيهم بتعلميهم بتشغليهم. بعلمهم خياطة، وعلمهم كروشيه، وعلمهم شغل الكريم. يعني هو داخل في كل نواحي الحياة، كل استخدامات، يعني في المفروشات، في السوق ممكن أعمل حاجات زينة، المطبخ، لأوض النوم، مفارش، يعني هو داخل في حاجات كتير.